وسط أجواء القلق بشأن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي اعتبر دون المستوى في المناظرة ضد خصمه المرشح الجمهوري دونالد ترامب، تصاعدت الأصوات المطالبة بانسحابه. صحف مثل نيويورك تايمز وإعلاميون آخرون وقوى مؤيدة لبايدن تدعوه للتنحي، كما أن 60% من الناخبين يؤيدون استبداله وفق استطلاع نشره موقع أكسيوس. في الوضع الحالي ينخرط الرئيس في مقامرة متهورة. هناك قادة ديمقراطيون مجهزون بشكل أفضل لتقديم بدائل واضحة ومقنعة وحيوية لرئاسة ترامب الثانية. إنه رهان كبير جداً أن نأمل ببساطة ألا يتجاهل الأمريكيون أو يقللوا من أهمية سن بايدن ومرضه الذي يرونه بأعينهم. انسحاب بايدن بات مطروحاً وبقوة بين الديمقراطيين. أسماء مرشحة لخلافته بدأت تقفز للواجهة، وعلى رأس قائمة البدلاء اسم كامالا هاريس نائبة الرئيس، لكنها تحظى بنسبة تأييد منخفضة تصل إلى 39.4%، وقد تواجه منافسة قوية من داخل الحزب. ومن بين الأسماء المحتملة الأخرى حاكم كاليفورنيا جافين نيوزم، وحاكمة ميشيغان غريتشن ويتمر، وحاكم إلينوي جي بي بريتسكر، لكنهم يفتقرون إلى الشهرة بحسب مجلة فوربس. وهناك احتمال بتقديم ميشيل أوباما كمرشحة رغم تأكيدها مراراً عدم رغبتها في الترشح. حتى يتنحى بايدن يجب أن يكون هناك اتحاد يضم باراك أوباما وهيلاري كلينتون وبيل كلينتون ونانسي بيلوسي وعدداً لا بأس به من أعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات، وعليهم أن يتفقوا جميعاً على أنه يجب أن يرحل لصالح البلاد ولمصلحة هزيمة دونالد ترامب. تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أكد أن الديمقراطيين بإمكانهم بالفعل اختيار بديل لبايدن، لكن سيفتح ذلك الباب أمام خلافات في الأوساط الديمقراطية ما لم يقرر الرئيس بنفسه التنحي وفق شروطه الخاصة. الرئيس الأمريكي الذي اعترف بنفسه أنه لم يعد شاباً وأنه فقد خطوة في المناظرة يناقش مستقبل حملته الانتخابية مع عائلته في منتجع كامب ديفيد، وما إذا كان سينسحب من الانتخابات حسب ما أفادت شبكة NBC News.